إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا كلام الله وهو أعلم بخلقه. قال ربنا عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآية القرآنية، الآية 237 من سورة البقرة، هي منهاج حياة، والقرآن كله منهاج حياة، لقوله تعالى في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا تنسوا الفضل بينكم، منهاج حياة. كيف ذلك؟ سبق في علم الله أن الإنسان مهما ارتقى وعلا لا يمكن أن يكون عارفا بكل شيء في حياته، فالإنسان ناقص والكمال لله جل جلاله. مهما اتسعت مداركه، مهما ارتقت علومه، مهما تنوعت معارفه، فما يجهل أكثر مما يعلم، كما قال الإمام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. لذلك اقتضت حكمة الله أن يوزع المواهب بين البشر. الفلاح يحتاج إلى الطبيب، والطبيب يحتاج إلى المهندس، والمهندس يحتاج إلى المعلم، والمعلم يحتاج إلى الصناعي، والصناعي يحتاج إلى التاجر، والتاجر يحتاج إلى الإمام. وصدق الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذا علمنا ذلك كله لا بد أن نعترف بفضل الناس ولا ننسى أفضالهم. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ربنا يعلمنا، يربينا، يرشدنا، يوجهنا إلى عدم نسيان الفضل، لكي لا نكون من الجاحدين، لكي لا نكون من الناكرين لخير الناس. ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن أمثلة ذلك نذكر، ننطلق من النواة الأولى للمجتمع وهي الأسرة. الأسرة التي تتأسس بعقد سماه القرآن ميثاقا غليظا في سورة النساء الآية 21: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما ذكرت كلمة الميثاق في القرآن إلا في موضعين،
الأول موضع النبوة عند الحديث عن النبوات، والموضع الثاني موضع الزواج في سورة النساء الآية 21، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذا أدركنا دلالات هذه اللفظة القرآنية فإن الأسرة ستظل ثابتة أمام جميع الهزات والزلازل التي تنتابها في هذه الحياة. والحياة عامرة بالمشكلات، عامرة بالأزمات، عامرة بالمفاجآت، ولكن ستكون هذه الأسرة صامدة أمام هذه الهزات والزلازل إذا أدركت هذه الأسرة بجميع أفرادها قيمة ودلالة الميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وتأتي الآية 21 من سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلا ينسى الزوج فضل زوجته، ولا تنسى الزوجة فضل زوجها، فتستقر الأسرة ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذه الآية أيضا تطبق على علاقة الوالدين بالأولاد. ربنا يوصي الوالدين بالأولاد فيقول في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، عاملوا أولادكم معاملة عادلة لا حيف فيها ولا ظلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كما أوصى الأولاد بعدم العقوق، أوصاهم بطاعة الوالدين في آيات كثيرة منها. قال ربنا جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أصغر كلمة تخرج من فم الإنسان لا تقال للوالدين. إذن ولا تنسوا الفضل بينكم. والآية أيضا تنسحب إلى الجيران. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فلا ينسى الجار فضل الجار. وكذلك لا ينسى الإخوة فضل الأخوات، ولا الأخوات فضل الإخوة، ولا المعلم فضل التلاميذ، ولا التلاميذ فضل المعلم. فإذا تمثلنا هذه الآية في حياتنا: ولا تنسوا الفضل بينكم، نعيش في سلم وسلام وفي أمن وأمان وفي استقرار دائم. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم وفقنا جميعًا لتمثل هذه الآية: ولا تنسوا الفضل بينكم. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم افتح أبواب رحمتك لجميع التلاميذ. اللهم يا رب اجعلهم من أعلام الهدى، اللهم اجعلهم من صبيح الدجى، اللهم افتح لهم جميعا أبواب رحمتك.
اللهم اجعلهم جميعا من العلماء العاملين، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. استقيم ورحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.